كما يقول لك تجربتي في الفريق الوطني، كما يقول لك انا صبرت في الفريق الوطني باش لعبت في الفريق الوطني تقريبا قعدت قريب سنه وانا نستنى باش جاتني الفرصه تاعي لعبت في الفريق الوطني الفريق المنتخب الوطني. بصح انا كنت نخدم العمل كنت نخدم والحمد لله كما يقول لك جاتني الفرصه مع محي الدين خلف عطاني الفرصه ولعبت ومن ثم بديت نشارك انا وقريشي خطره هو يلعب خطره انا نلعب والحمد لله كنا فريق الوطني كنا نديروا نتائج ملاح سيرتو في الكاس افريقيا تاع 84 كنا كلاسينا تروازيام. كما يقول لك اللاعبين اللي كانوا عندنا في الثمانينات في 82 في 84 نقول انا متاسف بزاف باسكو علاه ما بروفيتيناش لي كوب دافريك اللي ما ديناهمش.